كنا قاعدين هنا هو كنت انام انا والاولاد ولاد ابني طاقد الطياره وين بدنا نروح؟ ما ضل احكي انا معي ضغطي لكت ما ضل ارحب انه منيح اللي ما مات العجال طيب على توفى. اللي صار انه قاعد العالم امان الله وما لقينا الا هالصاروخ نزيه انجرح انجرح واللي تصاوب تصاوب واللي استشهد استشهد والعالم هلق بمرحلة يأس. انت شايف كل مدنيين وكل هون في دور وكل اولاد بالشوارع، يعني نحن هذول الاولاد عمال يطلعوا يحاربوا، طفل صغير عمال يتصاوب، هذا عمال يطلع يحاربوا، هذا يلي عمال يرد الجيش النصيري الخنزير، هذا شو ذنبه؟ يطلع يقصف الجبهات بس هن بدهن تحقيق أكبر إصابة من المدنيين وهن بدهن قتل المدنيين. أنا صار 4 سنين ميت. تخيل اسمك يا الله شلون صار فينا.